اختصار اليوم راح احكي شوي عن التلسكوب جولدن فيش او سمكه السمكه الذهبيه التلسكوب. باختصار السمكه الذهبيه التلسكوب سمكه صغيره بتعيش في الصين في البحور الصين، يعني باختصار تقدر انها تعيش في اكوابونكس واشياء زي هيك. طولها حوالي 6 سنتي، عندها القدره انها تعيش لحوالي 25 سنة، بس طبعا هي بتحتاج لظروف معينة، مناخية معينة عشان تعيش مكانها تعيش في لهذا العمر. سمكة بتتصنف لأربع عائلات، عائلة السمكة تلسكوب باندا، سمكة جولد فيش يعني تلسكوب باندا، جولد فيش البرتقالي، جولد فيش الأصفر أو الذهبي، والجولد فيش الأبيض. معلومة عن اللون، وفي طبعا الجولد فيش الأسود. معلومة عن اللون، إنه اللون بيتدرج من بتغير من لون فاتح ل عفوا من لون الأغمق للأفتح، يعني ببلش من أسود في بداية الحياة ممكن لا ينتهي للون الأبيض في نهاية الحياة. هي كانت يعني من أهم الأشياء عنها. إذا في إشي ما حكيته راح برجع بحكي. كمان عين السمكة معروف عنها إنه هي عين مقعرة، أو فهذا بيعني إنه الرؤية عندها ضعيفة. فالناس بفكروا إنه لما عينها بتكون طالعة زي ما فرجيت في الصورة هون، أو راح أفرجي ما بعرف، بفكروا الناس إنه عندها قدرة كبيرة على الرؤية، ولكن لا، ما في عندها قدرة، قدرتها على الرؤية ضعيفة جدا. هي كانت أهم الأشياء. السمكة بتعيش في درجة حرارة حوالي ممكن ل 20، يعني 15، ممكن 10، يعني عادي. وهي كانت أهم الأشياء، وبس إذا في شيء ناقص رح برجع بحكي. وشكرا. بس لحظة 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 لحظة، جيت أحكي لكم إنه في ثلاث أنواع للأعين، ثلاث أنواع عينين للجولدفيش. في الأعين القبة، والأعين القبة باختصار الأعينها بتيجي زي شكل القبة، عشان هيك شكل القبة، يعني بتكون مقعرة أكثر العين. وفي الأعين المسطحة، عندها تقعر لكن في النهاية في بيكون شيء مسطح. وفي كمان الأعين بتسموهم الأعين الجلوب أو الأعين الكرة الأرضية، باختصار عشان شكلهم ممكن قريب على الكرة الأرضية، بسموهم عين الكرة الأرضية. أغلبية الأنواع التلسكوب جولد فيش عندها عين الكرة الأرضية، وهذا الشيء أصلا ما أو أو الكرة ال 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 أو القبة، يعني قليل ما إنك تلاقي واحدة عندها الفلات أي أو العين المسطحة. يعني هذا الشيء ما بيعتمد على لون أو ولا أي شيء، بيعتمد بس على العوامل الوراثية عند كل سمكة. هي أهم الأشياء. وطبعا نسبة النظر أو القدرة على النظر بتختلف من عين لأخرى. اختصار